أهلا بكم. نجاحات المشروع النهضوي الصيني مذهلة وواعدة وتغري بمواكبته وبالشراكة فيه. مستوى التبادل بين بيجين والعواصم العربية على تفاوته يعكس رغبة المنطقة العربية في توطيد عرى العلاقة مع الجانب الصيني ذي النموذج المرن المهتم بالمنفعة وبالنتيجة في المقام الأول. يبدي العرب ثقتهم في النظام الاقتصادي الصيني الذي فصل على مقاس قابلية التطور السريع بفلسفة اقتصاد هجين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تحرص الصين كما العرب على السير معا في المشروع الصيني العملاق حزام واحد طريق واحد باعتباره رافعة مشتركة فرصة سانحة يجب توظيفها والاستفادة منها. قراءات ترى أنه لا مفر للمارد الصيني الآخذ في الهيمنة الاقتصادية من مؤازرة قوية من المنطقة العربية لاستراتيجية موقعها لتوفرها على موارد الطاقة من جهة وللروابط التاريخية معها من جهة ثانية. قراءات أخرى تجزم بأن العرب كل العرب يأملون من الصين العملاق بالإضافة إلى المنافع الاقتصادية مواقف سياسية مؤازرة قوية لقضاياهم الراهنة. لمحللين نحن أيضا في قابل النقاش اطروحاتهم واستنتاجاتهم من حاضر العلاقات بين التلين والمنطقة وتوقعاتهم للمستقبل في حلقة بعنوان العرب والصين في طريق واحد نحو الشراكة الاستراتيجية. يشاركنا في التحليل والنقاش من بيجين السيد شوي تشينغو مدير مركز الشيخ زايد للغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية في بيجين. ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور سليمان الجاسم الكاتب والباحث والمدير السابق لجامعة زايد. ومن القاهرة ينضم إلينا المستشار عادل المسلماني رئيس مجلس إدارة المجلس العربي الصيني للتكامل التجاري والتبادل الثقافي. كما تعودنا إذا نبدأ الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة. العرب والصين أيهما أسرع خطى نحو الآخر؟ أبدأ معك سيد تشوي. أهلا بك يا مدام نوفر. سؤالك هذا يذكرني بسؤال دائما يوجه إلى عاشقين مثلا في الصين. الفتى والفتاة من هو الذي يبادر بالمحبة للآخر؟ وأعتقد جوابي هو ما دام الحب المتبادل موجودا فربما ليس من المهم إجابة هذا السؤال. وأيضا طيب. أعتقد أن في بعض الأحيان إجابة هذا السؤال صعبة. نعم سأحاول. ليس من الواقع أن نقول الفتى أم الفتاة. طيب تحب هذا هو جوابي أنا. ذلك. فهمت طبعا القصة ولكن ما زلت أريد جوابا وسأطرحه على دكتور سليمان. من يسير نحو الآخر بسرعة أكبر الصين أم العرب؟ جواب زميلي من الصين جواب دبلوماسي كان. أعتقد الصين هم لهم مبادرات أكثر أعتقد من 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 العرب في أن يتقربوا أكثر، ولذلك أسس الملتقى والندوة الاقتصادية هذه اللي جمعت الدول العربية مع الصين لفتح آفاق التعاون بين الصين والبلاد العربية. طبعا الإجابة قد تكون صعبة عليك دكتور عادل، أنت طبعا عربي مصري ولكنك عشت لعقود في الصين. من من وجهة نظرك إذا لابد أن تأخذ أحد تدافع عن أحد الجهتين، من بادر أكثر بالتقرب من الآخر؟ اسمحي لي أقولها بصراحة، طبعا الصين خدت خطوات كثيرة أكثر بكثير من الدول العربية مجتمعة. وأنا بشكر الزميل من الصين لأنه كان أكثر دبلوماسية في إجابته منها للإجابة عن الواقع. نعم. الواقع بيقول إن الصين خدت خطوات أكثر وحنتكلم فيها بالتفصيل. لهذه الأجوبة براهين نستفيد فيها بعد حين. لم يعد إحياء طريق الحرير القديم مجرد فكرة في ذهن التنين، هو اليوم مشروع عملاق قطوف ثماره دانية. يوما بعد يوم تتأكد أهمية المنطقة العربية في المشروع وتنتظم سفنها مع سفن المارد الصيني في حزام واحد طريق واحد. إذا الثقة متبادلة والطموح واحد ويأوي إلى ركن شديد من التاريخ المشترك. صادرات العرب النفطية إلى الصين تفوق صادراتهم إلى الولايات المتحدة، فمن الخليج العربية قرابة نصف حاجة
الصين من الموارد النفطية. بحلول عام 2020 ستحتاج ماكينة الاقتصاد الصيني السريعة إلى معظم صادرات مجلس التعاون الخليجي، ما يعيد بمنافع أكثر بحيوية ونشاط دؤوبين للموانئ الخليجية في المشروع الطريق الحزام. مشروع الصين في القرن 21 باستثماراته المذهلة غزا أعماق القارة العجوز وأغرى مناطق واسعة من العالم بالانخراط فيه، تطلعا لما يعد به وما حققه فعلا من تنمية ورفاه، دعمتهما التبادل التجاري السريع والآمن من جهة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين عشرات الدول ومليارات من البشر من جهة أخرى. نقاشنا يبدأ الآن. نبدأ هذا الحوار إذا نبدأه من بيجين معك دكتور تشوي. دكتور، المنتدى التعاون بين الصين والدول العربية وصل، والذي انتهت واختتمت فعاليته منذ أيام، وصل إلى دورته الثامنة. ما أهمية هذا المنتدى وبالنسبة للعرب وبالنسبة للصين؟ أعتقد هذا المنتدى مهم جدا بالنسبة للعلاقات الصينية العربية. بالنسبة إلى الصين فهو منبر لتطوير علاقات بين الصين وبين الدول العربية مجتمعة. طبعا الدول العربية في نظر الصين يعني مجموعة مهمة جدا، سواء من حيث الجغرافيا موقعها في ملتقى القارات الثلاث، وأيضا بثقلها التاريخي والحضاري والسكاني والسوق الكبير الذي يمثله هذه المجموعة الكبيرة من الناس، وأيضا مصدر لتمويل الصين بالطاقة بالبترول والبنزين إلى آخره. أما بالنسبة للعرب طبعا أعتقد أن الصين أيضا مهمة جدا، ليس يعني أكبر دولة سكانا في العالم وأيضا عضو في مجلس الأمن وأسرع نمو اقتصادي، بلد يشهد أسرع نمو اقتصادي وثاني أكبر اقتصاد في العالم، كل هذا مجال علاقات متبادلة مهمة جدا لكلا طرفين. نعم دكتور سليمان، ليس فقط أن الأيام المنتدى العربي الصيني انتهت منذ فترة قليلة، ولكن الرئيس الصيني سيحضر في زيارة رسمية لثلاثة أيام إلى الإمارات. ما دلالة هذه الزيارة المرتقبة؟ وتبدو أن المنطقة العربية مهمة جدا في هذه الفترة بالتحديد بعد أن انتهى المنتدى مباشرة أول زيارة له إلى دولة الإمارات، وهذا مؤكد على أن زيارة الرئيس غدا إلى 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 أبو ظبي هي ستمثل أيضا دفعة جديدة جدا للعلاقات بين البلاد العربية والصين، وبالأخص بين الإمارات والصين. زيارة أول محطة للرئيس الصيني إلى الشرق الأوسط بعد هذا المنتدى الناجح الكبير الذي جمع كافة الأنشطة الثقافية والاقتصادية والسياسية والاستثمارية، مؤشر على أن الإمارات لها موقع جدا مهم على خارطة الاستراتيجية الصينية، والإمارات تعتبر هي جسر الحرير الذي يربط الصين مع الشرق الأوسط. نعم، جسر الحرير هي نقطة مهمة جدا. العالم العربي له مكانة كبيرة في طريق الحرير الجديد. دكتور عادل، تبرز هذه الأهمية للدول العربية بالنسبة للصين في كثير من المواقف، في الكثير من المشاريع. هنا أود أن أبحث معك، كيف تمكنت الصين، وهذا ليس بالسهل، أن تجمع كل الدول العربية في منتدى واحد ويتكرر هذا تقريبا كل سنة، ووصلنا إلى الدورة الثامنة في حين أن الدول العربية لا تتحرك كتلة واحدة؟ شوفي، هو المنتدى العربي الصيني لدورته الثامنة للمرة دي بدأ على مستوى وزراء الخارجية أولا، ثم ينظر نظرة قوية للاقتصاد. لما بنتكلم على الاقتصاد يبقى الدولة رقم واحد عربيا في علاقاتها مع الصين هي الإمارات العربية المتحدة، اللي وصل حجم التبادل التجاري بينها وبين الصين حوالي 55 مليار دولار في 2017، وهي أعلى الدول العربية قاطبة والدولة رقم واحد. الصين النهاردة بتنظر علاقاتها مع الدول الخارجية نظرة المصلحة، يعني بنظام الوين وين سيتويشن، المصالح المشتركة بتتجمع فين.
النهاردة الصين يهمها جدا أن تجد أسواق جديدة لمنتجاتها، يهمها جدا أن هي تجد داعم للإنتاج التجاري والاقتصادي بتاعها. فالدول العربية ممكن تقوم بالعمل ده، لا سيما الإمارات العربية المتحدة. لذلك الصين لما يبقى رئيس الصين أول زيارة له خارج الصين يجي الإمارات، ده كلام طبيعي ومنطقي جدا جدا. نعم دكتور تشوي، منذ مدى على مدى 4 سنوات توسعت دائرة التعاون بين الصين وعدد كبير من الدول العربية، تعمقت في المجالات الاقتصادية في التجارية، حتى الشعبية الاجتماعية أيضا، غطت من الأقمار الصناعية إلى زراعة القطن مثلا. ما أهمية عامل الثقة الآن، الثقة المتبادلة، تثق الدول العربية بكلمة وتنفيذ الصين واستثماراتها على أرضها، وتثق الصين أيضا في قدرات الدول العربية على استيعاب هذه المشاريع، ما مدى أهمية الثقة؟ أعتقد هذه الثقة موجودة بالنسبة إلى الصين، فهي لم تفعل أي شيء يمس بالمصلحة العربية، يضر بالمصلحة العربية كمجموعة. وأعتقد بالنسبة للعرب أيضا، العرب يختلفون في أشياء كثيرة، يعني كما قال بعض الأصدقاء ربما يختلفون في كافة الملفات الأخرى، ولكنهم يتفقون في نقطة واحدة وهي تطوير علاقاتها مع الصين. فتاريخيا يعني الصين هي صديقة لكل الدول العربية، وكذلك هذه الحالة لم تتغير. لذلك أعتقد أن هذه ثقة موجودة في الماضي وموجودة في الآن وفي المستقبل، وليس في الناحية الاقتصادية فقط، ولكن أيضا في النواحي الأخرى. نعم دكتور سليمان، طبعا العلاقة الصينية الإماراتية لن تبدأ مع هذه الزيارة، هي بدأت منذ عقود، منذ الشيخ زايد طيب الله ثراه، من البداية اكتشف أهمية الصين ليس كدولة ولكن حتى كحضارة، وحاول أن يعقد هذه العلاقات بين الدولتين. اليوم إذن العلاقة هي ليست فقط استراتيجية اقتصادية، هي تتجاوزها إلى ما أكثر من ذلك. نعم. احنا بس نريد ان نذكر على ان يعني الصين من اوائل الدول اللي اعترفت بالامارات في 3 ديسمبر، ارسل المغفور للشيخ زايد الله يرحمه برقيه يعلن فيها على قيام الامارات. في 3 ديسمبر بالضبط جاء الرد من حكومه الصين بالاعتراف الرسمي بالامارات. في 84 صار التبادل الدبلوماسي. 1990 زياره تاريخيه للمغفور للشيخ زايد الله يرحمه، بهذا الكم الكبير من الوفد المشترك من كافه القطاعات اللي ساهمت ايضا في تاكيد العلاقات مع الصين. في 2008 زيارة الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره أيضا إلى الصين على رأس وفد كبير جدا. عفوا 2008 زيارة محمد بن راشد، الشيخ محمد بن راشد 2009 الشيخ محمد بن زايد، و2012 يعني هذا مؤشر على أن هذه الزيارات المتبادلة بين قيادات الدولتين مؤشر على أن هناك رغبة أكيدة على تطوير العلاقة والاستفادة من تجربة الصين. الصين نقلة نوعية جدا في حياتها الاقتصادية الثقافية التنموية. فلذلك احنا في الإمارات والدول العربية يجب أن تستفيد من هذه التجربة، تجربة الصين في خلق هذه التنمية. نريد أن نؤكد على أن يعني الإمارات هي مؤشر جدا ممتاز في علاقة الصين مع المطلب، باعتبار مثل ما ذكر زميلي قبل شوي على أن 24% من حجم التبادل التجاري الصين مع البلاد العربية تأتي عن طريق الإمارات. 9 مليون برميل يوميا تستهلك الصين من النفط، يعني أكثر حتى من أمريكا. أمريكا 8 مليون، وهذا مؤشر على أن هي شريك اقتصادي واستراتيجي لنا. طبعا هي الصين وليست الولايات المتحدة الأمريكية التي تستوعب الصادرات النفطية المتناوية المتنامية من المنطقة. دكتور عادل، في استراتيجيا وفي العرف السياسي، كيف يمكن أن يكون هناك توائم بين دولتين، دولة مثل الصين التي تغزو منتجاتها واستثماراتها ووجودها حتى في مجلس الأمن بهذه الأهمية، مع دول في المنطقة ولكن تكون على نفس التوازن، إن كان الإمارات أو السعودية أو مصر أو غيرها من الدول؟
خلينا نكون نتكلم بشيء من الصراحة. الحقيقة ان احنا كدول عربية مقصرين جدا في علاقاتنا الاقتصادية مع الصين وحتى في علاقاتنا في الجانب السياسي. النهاردة الصين كدولة تتقدمت بشكل كبير جدا، اقتصادها اصبح رقم 2 على مستوى العالم. الصين السنة دي 2017 وصل حجم الناتج القومي الصيني 75 تريليون دولار امريكي. احنا كل الوطن العربي مجتمع بيتعامل مع الصين في حدود 200 مليار دولار امريكي، يعني النسبة والتناسب بتقول ما تزيدش عن 4%. فاحنا لسه اسواقنا فيرجن جدا بالنسبة للمنتج الصيني، كذلك سوق الصين مازال فيرجن جدا بالنسبة للمنتج العربي. خليني أدملك دراسة بسيطة جدا بين مثلا دولة زي مصر ودولة زي إسرائيل في علاقاتهم الاثنين بالصين. مصر أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين في 56، إسرائيل أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع الصين في 92. النهاردة مصر حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 11 مليار دولار، فيهم تقريبا 10 مليار دولار أو أكثر واردات صينية إلى مصر، فيهم 420 مليون دولار واردات مصرية للصين. نيجي لإسرائيل برضو 11 مليار دولار، فيهم 7 مليار دولار واردات صينية لإسرائيل، بس فيهم 4 مليار دولار واردات إسرائيلية للصين. حجم الاستثمار الصيني في مصر بيعمل حوالي 240 مليون. أنا بقول الأرقام دي لأن لغة الأرقام بتتكلم أن احنا ما زلنا مقصرين جدا في علاقاتنا مع الصين. وأنا رأيي أن عشان أوصل لعلاقة جيدة مع الصين لازم تكون على قاعدة من المصلحة المشتركة. إيه اللي الصين عايزاه مننا وإيه اللي احنا عايزينه من الصين بشكل واضح وبشكل صريح. احنا نفتح لها أسواق، احنا نديها مواد خام، نديها بترول، هي تساعدنا تبقى شريك ونثق فيه في مجال الاستثمار وفي مجال التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية في بلدنا. احنا عايزينها تكون داعم لينا فيما في قضايانا المصيرية السياسية، لا سيما القضية الفلسطينية. احنا عايزينها تكون داعمة لينا حتى في علاقة الخليج بإيران مثلا. الكلام ده كله عشان يتم لازم نكون احنا عارفين تحديدا عايزين ايه من الصين وعارفين تحديدا الصين عايزة ايه مننا. على هذه القاعدة ممكن نشتغل معاها، ممكن نصل الى مراحل اعلى بكتير جدا من اللي احنا فيها دلوقتي. سأتوجه معك في نفس النهج وأطرح السؤال على دكتور تشوي. دكتور، ماذا تريد الصين من الدول العربية؟ هل تتعامل الصين مع الدول العربية مثل ما تتعامل مثلا مع جنوب إفريقيا، مثل ما تتعامل مع استثماراتها في بقية الدول الإفريقية، مثل ما تتعامل مع أمريكا مثلا الخصمة التي تود أن تأخذ وتحتل مكانه كأقوى اقتصاد في العالم بدل أن يكون فقط في المرتبة الثانية؟ تطوير علاقاتنا الصديقة مع الودية مع الدول العربية تأتي في أولوية السياسة الخارجية للصين لعدة اعتبارات في رأيي. أولا يعني العرب تاريخيا أصدقاء الصين، أيدوا الصين في كثير من القضايا التي تتعلق بالمصلحة الصينية، سواء بعودة الصين إلى أمم المتحدة إلى آخره، وأيضا ملفات وقضايا أخرى التي تمس جوهر المصلحة الصينية. هذا أولا. ثانيا كما قلت العرب يعني بحوزتها على احتياطي كبير، أكبر احتياطي للنفط وللغاز، وهذا يسبب يشكل يعني مصدر طاقة ضرورية للنمو الصيني في المستقبل. بالإضافة إلى الثقل الحضاري والتاريخي لهذه المنطقة، لذلك تنمية علاقاتنا مع الدول العربية إجمالا تأتي في أولوية السياسة الخارجية الصينية. نعم دكتور سليمان، أعتقد أن بالمقارنة إلى جنوب أفريقيا ودول أفريقية الأخرى هناك أولوية واضحة يعني. نعم دكتور سليمان معك أود أن أفهم، إذا ما وضعنا جانبا الإمارات، ما الذي يفسر تقصير الدول العربية في التقارب وجذب أكثر استثمارات رغم أن جذور العلاقات العربية الصينية تعود حتى إلى طريق الحرير الأصلي، إلى رحلات ابن بطوطة، إلى زمن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. منذ ذلك الحين كانت العلاقات بين المسلمين وبين الصين ولكنها خفت هذه الأيام، كيف يمكن نفس تفسيرها من وجهة نظرك؟ أعتقد هاي مثل ما ذكرتي تاريخيا يعني حتى احنا زرنا الصين وزرنا مركز دراسات اللغة العربية اللي أسسها المفروض للشيخ زايد في بيجين. والتقينا مع كثير من الصينيين يتكلموا اللغة العربية حتى ما زاروا بلاد عربية لكن ثقافتهم ثقافة العربية.
أعتقد التقينا كمان مع الدكتور شوي، أعتقد التقينا معاه في بيجين. هناك يجب أن يعني المشكلة الفترة في السنوات يعني في 30-40 سنة اللي فاتت الدول العربية انشغلت على أن تتجه إلى الصين القوة الكبرى في الشرق. اتجاهنا كله كان انصب إلى الغرب، ووضعنا كل بيضنا في سلة واحدة. للأسف الصين انتبهنا الآن في الفترة الأخيرة على أن الصين تمثل ثقل اقتصادي مثل ما ذكر دكتور شوي على ثاني أكبر اقتصاد عالمي الآن، وعلاقتنا يجب أن تكون مبنية على أساس علاقات تجارية مصلحة مشتركة، وليس فقط احنا نبيعهم نفط ونستورد منهم مواد استهلاكية. الصين ثقل حضاري تاريخي إرث ثقافي تكنولوجي تعليمي، زرنا بعض الجامعات عندهم في الصين وصلت إلى مراحل متقدمة في التقنيات. فأعتقد العلاقات الآن يجب أن تبنى على أساس شراكة اقتصادية بين وبين الصين، وليس فقط بيع وشراء النفط مواد خام. نعم دكتور عادل، قبل أن نختم هذا المحور، هل هناك جهل واعذرني في الكلمة للمواطن العربي بالصين؟ هل هناك خوف من هذا المارد الصين؟ هل ما زالت لدينا الفكرة أن الصين ما زالت منغلقة فلا نذهب إلى هناك؟ ليس هناك فضول من قبل العرب كشعوب وأيضا كحكومات للذهاب والتعرف على الصين؟ هو مصداقا لكلام الزملاء اللي اتكلموا في نفس المحور، لازم نعرف ان الصين ثقافة قبل ما تكون تجارة وقبل ما تكون اقتصاد وقبل ما تكون سياسة. الصين في الأساس ثقافة، وحتى لما الصين بدأت تنفتح انفتحت بكلمة شهيرة للزعيم دين شاوبينغ لما قال القطة لا يهم لونها إذا كانت بتاكل الفار. فهم الصين ثقافة، وثقافة لها أصول وليها قواعد أصلها شرقي زي ثقافتنا بالضبط. لو إحنا ضغطنا على ده، لو إحنا فعلنا أكتر المنتديات المشتركة بين الشعوب العربية والشعب الصيني، أظن هنوصل إلى مراحل أعلى بكتير جدا من اللي إحنا فيه دلوقتي أو المرحلة اللي إحنا واقفين عليها دلوقتي. لا سيما إن الصين تاريخيا فعلا وقفت مع القضايا العربية بشكل جدي زي ما العرب تاريخيا وقفوا مع القضية الصينية بشكل جدي. يعني في 56 مع العدوان الثلاثي أكبر مظاهرة في التاريخ حصلت لدرء العدوان الثلاثي كانت في ميدان الأحمر في بكين. يعني معنى كده العلاقات التاريخية علاقات صداقة لم تتأثر إطلاقا بأي شوائب. فاحنا لازم نضغط في هذا الاتجاه، ولازم ننظر للمنظور الثقافي اللي ممكن يزيد العلاقات الدعم. على هذا الأساس قام مشروع حزام واحد طريق واحد. لنرى بعد الفاصل إن كانت هذه الشراكة مثمرة إلى حد الآن. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نواصل الحوار. أعود إلى ضيفنا في بيجين دكتور تشوي. دكتور، لنفتح ملف مهم جدا ويعتبر تاريخي مفصلي إما بالنسبة للصين وإما للدول المساهمة والمشاركة، وهو طريق الحرير الجديد أو طريق حزام واحد طريق واحد. من بكلماتك كيف يمكن أن توضح لنا هذا المشروع، الحلم الذي بدأ في يصبح حقيقة، ما هي نتائجه الجيوستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد؟ مبادرة الحزام والطريق أطلقها رئيس الصيني لأول مرة في 2013. الفكرة العامة بإيجاز يعني في رأي الصين أن الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد الصيني يحتاج إلى زخم نمو جديد، بينما نجد أن الغرب أوروبا أو الولايات المتحدة واليابان إلى آخره يعني اقتصادها الناضج تفتقر إلى قوة دافئة للتنمية. وكذلك الاقتصاد الصيني يعني بعد أن شهد حوالي 40 سنة من النمو السريع أيضا نحن نحتاج إلى قوة دافئة جديدة لتطوير الاقتصاد. لذلك نرى أن بلدان العالم الثالث أو دول النامية وخصوصا دول الواقع على حزام والطريق، وحزام الطريق مفهوم عام تشمل أكثر من 60 دولة وأكثر، يعني هذه الدول القوة كاملة للنمو لم تستغل بعض. لذلك الفكرة هو الصين تشترك مع بلدان مختلفة طول في العالم، كل طول في العالم إذا تريد ذلك تشارك في تنمية هذه الدول
العدد الكبير من الدول الواقعة على خطوط الحزام والطريق للتنمية. وبينما نساعد هذه الدول في التنمية أيضا الدول التي تساهم في التنمية في تمويل في دعم في استثمار أيضا تستفيد. إذن الفكرة الرئيسية هو مبنية على أساس الكسب المشترك والمنفعة المتبادلة. نعم. هذه الدول تتطور وكذلك الدول المستثمرة تتطور. نعم. تتطور أيضا. وهي هذه المبادرة هي مبادرة صينية ولكن ليست المشاريع مشاريع صينية فقط على نعم. حتى تعبير رئيس الصيني هو ليس عزف منفرد للصين فقط إنما هو عزف جماعي يشارك فيها تشارك فيه كل الدول العالم. إذا ما سميناها سيمفونية هناك عازف مهم فيها وهي الإمارات. الإمارات إذن موقعها وظفها أن تكون لها مكانة مهمة في هذا الطريق، حزام واحد طريق واحد. كيف ستستفيد المنطقة والإمارات من هذا المشروع؟ باعتبار أن يعني معظم الصادرات الصينية إلى الشرق الأوسط وإلى البلاد العربية وإلى شمال أفريقيا تأتي عن طريق الإمارات. الإمارات تملك من أكبر 7 موانئ، عندنا تقريبا أكثر من 70 رحلة تقريبا أسبوعيا تأتي من الصين، عندنا أعداد جاليات كبيرة صينيين قاعدين يعيشوا عندنا 4000 شركة صينية مسجلة في الإمارات. الإمارات هي البيئة الخصبة والقاعدة الجيدة لأن تنطلق منها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلاد العربية وبين الصين. 20 مليار دولار اللي أعلن عنها الرئيس الصيني في المنتدى الأخير، هذه لخلق أيضا مشاريع اقتصادية تنموية وخلق وظائف الوطن العربي. هذه ستعطي أيضا دفعة جديدة إلى العرب اللي هم قاعدين يعانوا الآن من البطالة، وهذا نحن نشكر فيها الصين. وهذه مثل ما ذكر شوي على أن هي مشاريع مشتركة بين العرب يستثمروا أيضا في استثمارات عربية الآن إماراتية سعودية خليجية موجودة في الصين، وبالمقابل أيضا استثمارات أيضا صينية موجودة في البلاد العربية. نعم. الإمارات هي ستكون البوابة اللي منها أن تدخل كل هذه الحجم، جسر الحديد، جسر الحرير اللي تنطلق منه الصين إلى الشرق الأوسط. نعم. دكتور عادل، طبعا الفكرة يعني مبهرة بحسب عدد كبير من المراقبين، المشروع طموح جدا وخاصة أنه يجمع أكثر من 60 دولة بين خط بحري وخط بري، وهناك استثمارات كبيرة من نسبة للصين لبناء البنية التحتية وللتنمية في هذه الدول. سؤالي هنا أننا لا يمكن أن نفوت المخاوف مثلا الأوروبية. على لسان وزير الخارجية قال إذا لم نحضر استراتيجية في مواجهة الصين فإنها ستنجح في تقسيم أوروبا، هذا خوف موجود. هناك الهند تعتبر المشروع لا يحترم السيادة والوحدة الإقليمية. هل هذه المخاوف، حتى نوضح هذه النقطة، مبررة من وجهة نظرك دكتور عادل؟ الحقيقة أن المخاوف الأوروبية والأمريكية من مبادرة الحزام والطريق أو زي ما بيقول عليها إخواننا الصينيين إي تاي إي لو حقيقية لأسباب بسيطة جدا. لو بصينا على خريطة الاقتصادية الصينية ف 30 أو 35% بالضبط من إجمالي صادرات الصين للعالم الخارجي بتروح لأمريكا، وتقريبا 30% من صادراتها بتروح لأوروبا. فمعنى كده أن أمريكا وأوروبا شريكين قويين جدا الاقتصاد الصيني. الصين نظرت لقيت ان دول كثيرة جدا بالذات الدول العربية والإفريقية رغم انها دول كبيرة وفيها حجم بوبوليشن عالي جدا، لكن ما زال اجمالي صادرات الصين لها لا يتخطى 8 أو 9%. فليه؟ لان الدول الأوروبية والأمريكية دول فيها تنمية، فبيبقى احتياجات المواطن العادي فيها اعلى، فبيبقى حجم الصادرات الصينية لهم اكتر. ففكرت الصين بذكاء شديد انها تبقى شريك وصديق امين في مجالات الاستثمار والتنمية عشان نرفع الحالة الاقتصادية في الدول اللي تقع على مبادرة الحزام والطريق. في الحالة ديت لما ترتفع بالتبعية يرتفع استثمار الدول، هتبقى الدول اما شريك في الاستثمار فالصين هتوجه استثمارات فيها، واحنا هنضطر بالتالي ان احنا نستورد من الصين مواد خام وتكنولوجيا على عشان الاستثمارات الموجودة في بلادنا، او ان احنا كمان يرتفع الحالة الاقتصادية للمواطن فنحتاج اكتر للسلع الصينية لان السوق ما زال فيرجن جدا في العلاقات الصينية العربية. وده سبب المخاوف الحقيقية اللي اوروبا بتعانيها.
خاصة أن أوروبا بتنقسم إلى أوروبا شرقية وأوروبا غربية. صحيح التقسيم ده تقسيم غير موجود واقعيا، لكن موجود اقتصاديا. يعني هذه المخاوف التي جاءت على لسان وزير الخارجية الألماني دكتور عادل هي منبعها اقتصادي على باب على مستوى المنافسة، خوف من المنتجات الصينية، أم خوف سياسي ربما تخاف أن يكون هناك قوة صينية في المنطقة تغزو الأسواق التقليدية للمنتج الأوروبي والأمريكي في الشرق الأوسط؟ الحقيقة الشرق الأوسط والوطن العربي كان سوق تقليدي للمنتجات الأمريكية والأوروبية والمنتجات اليابانية بالتبعية. فالنهاردة السوق دوت الصين عايز تخليه هو سوق رئيسي للمنتجات الصينية، وده معناها حيؤثر تماما على منطقة اليورو وعلى الأمريكا. نعم دكتور تشوي، إذا ما نحاول فهم المشروع الصيني الطموح في سياقاته الدبلوماسية والسياسية خاصة إقليميا، هل ستتمكن بيجين من ضمان مكانتها في الشرق الأوسط؟ ونحن نعرف أن هناك نفوذ أمريكي نفوذ أوروبي هنا في المنطقة إن كان اقتصادي أو سياسي. نعم، أعتقد أن حضور الصين مكانة الصين في العالم العربي سوف تبقى وسوف تنمو. هذا بسبب يعني هناك حاجات متبادلة بين الصين وبين الدول العربية، نحن نحتاج كلانا نحتاج إلى الآخر. لذلك لا أعتقد أن التنافس الأوروبي أو التنافس الأمريكي سوف يجعل الحضور الصيني أو مكانة الصينية أضعف، لأننا نعتقد أن العالم كبير. نعم. والعالم الشرق الأوسط أيضا كبير، تكفي لتتسع كل الأطراف. نعم. الأطراف معنية ما دامت هذه الأطراف إذا تريد أن تثبت حضورها في منطقة لابد أن تحمل نيات حسنة. أنا متأكد أن الصين هو الطرف الذي يحمل نيات حسنة تجاه الشعوب هذه المنطقة. نعم دكتور، دائما ما ارتبطت علاقة الصين بالعالم بكلمة غزو، غزو منتجاتها، غزو مثلا آلياتها، غزو الثقافة ما زالت طبعا محدودة، ولكن على الأقل غزو المنتجات. ونحن نتحدث عن تواجد وانتشار المنتج الصيني وينافس المنتج الأمريكي في أمريكا، المنتج الأوروبي في أوروبا، وطبعا هو موجود في الأسواق العربية. هل ما زال هناك تخوف؟ هل ما تقوم به الصين الآن من خلال هذا المشروع محاولة لتحسين صورتها أن هناك فعلا مثل ما قال دكتور تشوي مبادرة على أساس الكسب المشترك، التعاون المشترك، التبادل المشترك، حتى لو كانت موازين القوى في هذه الدول متفاوتة، والصين طبعا كفتها هي المرجحة بحكم قوتها يعني الاقتصادية؟ الصين أعتقد أنها دخلت الآن كمثل ما ذكروا الإخوان قبل قليل أن دخلت كشريك استراتيجي معنا في المنطقة. وطبعا احنا انكشفنا على الصين في فترة متأخرة جدا لأن كنا مشغولين بقضايا ثانية، لكن الآن الصين تمثل ثقل أيضا استراتيجي اقتصادي سياسي لنا احنا كدول المنطقة. علاقتنا الآن ليس فقط مبنية على علاقة مواد استهلاكية، احنا نستجلب مواد استهلاكية من الصين. اعتقد الصين مثل ما سبق وان تحدثنا هي تمثل ايضا ثقل حضاري ثقافي. احنا زرنا في قبل كم سنة زرنا الصين، زرنا بيجين، والتقينا وتفاجأنا ان مجموعة من ابنائنا من طلاب الامارات وكثير من بلاد الدول العربية والخليجية يدرسوا في الصين، يدرسوا يتحدثوا باللغة الصينية، واعتقد دكتور شوي بيعرف عنهم هناك في 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 بيجين موجودين. هؤلاء راح يرجعوا ينقلوا ثقافة الصينية إلى المنطقة الآن، وتعمل علاقات أيضا قوية. هناك طلاب من الصين يدرسوا حاليا عندنا في وطننا العربي. العلاقات الاقتصادية هي ستكون هي البوابة اللي من خلالها احنا أن ندخل في علاقتنا الجيدة مع الصين. دكتور عادل، لا يمكن أن لا أطرح عليك سؤال حول مصر. من وجهة نظرك أهمية تربع مصر في قلب النطاق الجغرافي لطريق الحرير البحري، كيف ستكون التداعيات المباشرة لطريق الحرير البري الجديد على قناة السويس من وجهة نظرك؟ بالنسبة لطريق الحرير البري الجديد
من الممكن ان احنا نتفادى اي تداعيات الاقتصاد المصري اذا ما قمنا بمشروعات مشتركه مع الجانب الصيني، لتبقى مصر في الحاله دي هب لنقل المنتجات الصينيه من المنطقه الشرقيه الى المنطقه الغربيه. نعم. ولكن مش بس كده، برضو الطريق البحري اللي بيمر بقناه السويس، وممكن نستخدم الموانئ والمناطق الحره المصريه علشان برضو تبقى تقوم بنفس العمل، زي بصراحة الاستخدام الرائع للإمارات لميناء دبي، إذا كان ميناء راشد أو ميناء جبل علي، تم استخدامه بشكل رائع جدا عشان يكون هب للمنتجات، وده أدى إلى أن تنسيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات العربية المتحدة وبين الصين خلاها رقم واحد في العلاقات التجارية مع الصين. فإحنا في مصر لازم ناخد خطوة وخطوات كتيرة جدا حتى نصل إلى هذه المرحلة، وحتى لا نتأثر بطريق الحرير البري، ولا نتأثر أيضا بالطرق البرية اللي بتتعمل النهاردة في القطار اللي بيطلع من بكيني وبيصل لغاية ألمانيا. نعم. مرة بموسكو. القطار ده ممكن في الحالة دي بياخد جزء كبير من التجارة اللي كانت بتمر عبر قناة السويس عشان تطلع أوروبا مباشرة أو الشمال الأوروبي بدون اللجوء لقناة السويس. فإحنا يجب أن احنا نجد عوامل بديلة، ويجب أن احنا نفكر بشكل جدي أن احنا برضو نكون على درجة شراكة اقتصادية وتجارية مع الجانب الصيني. نعم. علشان نقدر نعمل مشروعات يحتاجها التجارة، خط التجارة العالمي. نعم. ده من ناحية. برضو أحب أضيف على كلام الدكتور شوي أن المنطقة تسع لكل الأوروبيين والأمريكان والصينيين، أنا بتفق معاه في ده، ولكن المواطن العربي فعلا بيميل بشكل نفسي للصين أكثر من غيرها. يعني النهاردة أصبح في، على الأقل أنا بتكلم عن مصر والدول العربية المحيطة، المواطن العربي أصبح في حب عنده في قلبه للصين، وعايز يرى الصين تصبح يعني قوة اقتصادية وقوة عسكرية وقوة شديدة في المجتمع. نعم. عشان تعمل توازن بين القوى الهيمنة الأمريكية وبين القوى الصينية في العالم. أنت فتحت لنا دكتور المحور القادم بعد الفاصل، الصين والقضايا العربية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مواصلة الحوار مع ضيوفنا الكرام بتحول إلى بيجين مع دكتور شوي. دكتور، عبر التاريخ السياسي كانت العلاقات العربية الصينية جيدة، جاء إلى جانب الحق الفلسطيني في الصراع العربي الإسرائيلي، حريصة على أمن الخليج، العرب أيضا كانوا دائما مع الوحدة الصينية. هنا أتساءل، هل تتبع الصين في استراتيجياتها مشاريع سياسية ذات نفس طويل ولكن بوجه اقتصادي؟ أعتقد أن الصين سوف تتمسك بالمبدأ أو مبادئ فيما يتعلق بسياسة علاقاتها مع الدول العربية. متأكدة بأن الصين يعني سوف تتمسك باستمرار بموقعها التقليدي من القضية الفلسطينية، نؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومع نحن مع إقامة الدولة الفلسطينية مستقلة ذات كامل السيادة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية. وهذا الموقف ما كان يتغير، وأعتقد أنه في المستقبل أيضا لا يتغير. وكذلك يعني نحن مع عالم متعدد الأقطاب، نحن ضد عالم أحادية القطبية الأحادية، ونحب أن نرى الدول العربية، مجموعة الدول العربية كقطب مهم في هذا العالم. لذلك القوة العربية في المصلحة الصينية، وأيضا نرى أن القوة العربية في مصلحة العالمية لكي نخلق عالم أكثر توازنا. لذلك يعني برغم من زيادة أهمية الاقتصادية، مصالح اقتصادية، ولكن مبادئنا في الحفاظ على علاقات تقليدية في كافة المجالات. نعم. هذه الفكرة، هذه الرؤية لا تتغير. دكتور سليمان، المبادئ لم تتغير بالنسبة للصين. لفت انتباهي أن دكتور عادل في بداية الحلقة ذكر أن العلاقات الاقتصادية الصينية الإسرائيلية هي كبيرة جدا وبمليارات الدولارات، وهي أكثر من مثلا مصر،
ورغم ذلك موقفها من القضية الفلسطينية لم يتغير. السؤال هنا كيف يمكن أن نستغل هذه المبادئ حتى نكسب الصين كحليف استراتيجي في أغلب قضايانا؟ مثل ما ذكر الدكتور عادل والدكتور شوي على أن الصين من البدايات كانت مواقفها من القضية الفلسطينية من قضايانا العربية، احنا الصراع العربي الإسرائيلي واضح جدا، أيضا موقفها من الإرهاب، الإرهاب الدولي الآن التطرف اللي قاعد يحصل الآن عالمي الآن، موقف الصين في المحافل الدولية للدول، موقفها من الدول اللي تتبنى الإرهاب الآن واضحة جدا. احنا الصين دول من الدول اللي حاولت أن تقف ضد المنظمات التي تتبنى الإرهاب وتخلق قلق في الوطن العربي. نحن ممكن أن نستغل هذه الظاهرة، احنا يعني لا نريد أن نساوم بالعملة اقتصادية تجارية، نعطيكم نفط على وقوف معنا سجلوا معنا موقف سياسي، لا تم التجاوز الصين هذا مبدأهم هكذا على القضية. هم من الدول اللي آمنت بالقضايا العربية، القضايا القومية، القضايا القضية الفلسطينية، ووقفت موقف مشرف في المحافل الدولية في الأمم المتحدة في المنظمات التابعة للأمم المتحدة. نحن نثمن هذا الموقف، موقف الصين، فلذلك يأتي الآن دورنا من خلال هذا المجلس الذي شكل مجلس الاقتصادي، مجلس التعاون والتنسيق بين الصين والبلاد العربية الآن، كيف نستطيع أن نحرك الاتجاه الآن لأيضا تأصيل وتأكيد خدمة قضايانا القومية وبالخاصة القومية الفلسطينية وقضايانا اللي خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف. دكتور عادل، قوة الصين الاقتصادية وجودها في المجلس الأمن أكيد أنه سيعطيها مساحة قوة أيضا وأوراق كبيرة ومهمة جدا وكلمة حتى مقعد على طاولة الكبار، وهو ما لديها اليوم بالنسبة لقضايا العالم وقضايا الشرق الأوسط بالتحديد. الآن كيف يمكن لهذا النفوذ المتصاعد الصيني أن يكون في خدمة أو يتجه لمصلحة القضايا العربية خاصة في الشرق الأوسط من وجهة نظرك؟ اسمحيني الأول أشكر ضيفك في الاستوديو الدكتور سليمان لأنه أثار قضية غاية في الأهمية، وهي اتفاق الصين مع الوطن العربي مجتمع في حربه على الإرهاب، لأن إحنا الاثنين يعني الدول العربية والصين اكتوينا بهذا النار وإحنا الاثنين بنتفق على حرب الإرهاب. كمان بشكر ضيفك في بكين دكتور شوي لأنه برضو أثار أن الصين طول عمرها مع الشرعية، فإحنا هذه المفاتيح يجب أن نستفيد منها بشكل جيد، أن الصين دائما دولة مع الشرعية الدولية. فهي لما بدءا من القرار 242 الصادر بحق فلسطين في بعد العدوان 67 لغاية النهاردة، والصين دائما مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومع حق الشعب الفلسطيني في دولة كاملة على كامل التراب الوطني الفلسطيني. هذا الرأي الصيني لم يتغير رغم أن العلاقات الاقتصادية المتشابكة بينه وبين إسرائيل والعلاقات التكنولوجية بينه وبين نفس الدولة كبيرة وصلت لمراحل عالية، لكن الرأي السياسي الصيني لم يتغير إطلاقا طول الفترة دي. كذلك النهاردة الصين بتساعد الوطن العربي وعايزة تتدخل في مساعدة الوطن العربي والمجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب. كذلك الصين النهاردة زي ما حضرتك قلتي لها موقعها في مجلس الأمن، وهي إحدى الدول دائمة العضوية وأصحاب حق الفيتو، فممكن الصين جدا يعني ممكن إحنا كوطن عربي لو قدرنا نشوف المفاتيح الثقافة الصينية وقدرنا نتعامل مع الشريك الصيني نظهر له إن إحنا بنثق فيه لأنه يستحق هذه الثقة فعلا، معناها هيكون شريك داعم لقضايانا المصيرية في الوطن العربي ويقدر يقدمها بشكل جيد للمجتمع الدولي، وده هيفيدنا على المدى الأبعد فايدة كبيرة جدا جدا. أنا ما زلت أشكر ضيفك على يعني إظهارهم لهذه النقط. سأبقى معك دكتور عادل لأنك أولا عربي وتتكلم الصينية بطلاقة وعشت هناك. الآن أود أن أطرح، الصين كانت دائما مع القضايا العربية، لديها نفوذ اقتصادي كبير في العالم ومنه على الدول العربية، أيضا لديها هذا النفوذ السياسي، كانت دائما يعني تاريخيا حضارتها متقاربة من الحضارة الإسلامية أو هناك على الأقل تشارك تاريخيا على الأقل. الآن عندما نعود إلى مسألة عدم التكامل الثقافي، هل صراحة يمكن أن نقول أن أيضا العامل هو عامل اللغة الصعب بالنسبة على العرب وهو اللغة الصينية حتى صراحة دكتور؟ شوفي حضرتك احنا نبدأ الأول بشكل تاريخي،
الإجابة حبدأها بشكل تاريخي. طريق الحرير البحري اللي عمله تشينخ ده كان رجل مسلم صيني، وهو يعني أمير البحار الصيني في زمنه، وهو اللي وصل لغاية الجزيرة العربية ودخل عمل حج في مكة ورسم الكعبة ونقل الكلام ده إلى الصين. فالثقافة الصينية فيها جزء كبير من الثقافة العربية. عندنا في الصين قومية الخوي دي قومية مسلمة، عندنا في الصين قومية الأيغور دي قومية مسلمة، عندنا مجموعة قوميات صينية أساسها قوميات مسلمة. فإحنا ممكن نستفيد حتى علاقة الصين التجارية والاقتصادية المتنامية مع الأطراف المخالفة لنا في المجتمع الدولي ممكن نستفيد بها لمصلحتنا. نيجي بالنسبة للغة الصينية، يمكن يأيدني في ذلك دكتور تشوي من بكين إنها ثقافة أكتر منها لغة، لأن اللغة الصينية لغة تفصيلية في العلاقات الاجتماعية حتى داخل الأسرة الواحدة، فهي لغة ثقافية. لو احنا قدرنا نربي أولادنا ونعلمهم اللغة الصينية، مش بنعلمهم اللغة الصينية كلغة جامدة زي أي لغة تانية، ولكن بنعلمهم اللغة الصينية، يعني بنعلمهم الثقافة الصينية. يعني النهاردة في مثل صيني بيقول إذا شربت من كوباية مية ففكر في الإيد اللي مدتها لك. معنى المثل كده، معنى كده أن الصينيين عندهم إحساس بالغير، وعندهم فضيلة كبيرة جدا، وهي فضيلة إن شكر اللي يقدم لي خدمة. فإحنا اللي دخلنا في هذه الفضائل وقدرنا فعلا إن إحنا ندعم الصين في قضاياها وفي اقتصادها وفي تجارتها مع العالم الخارجي. الصين النهاردة عندها قضية مهمة ومزمنة، قضية تايوان. إحنا الحقيقة الوطن العربي حتى مصر سحبت اعترافها بتايوان واعترفت بالصين، كانت أول دولة تقيم علاقات اقتصادية كاملة مع الصين، أول دولة عربية أفريقية، تقريبا تاني دولة عالمية. يعني احنا النهاردة تاريخيا علاقاتنا ببعض علاقات وثيقة جدا. لو قدرنا نتفهم الثقافة الصينية وهي لا تبعد كثيرا عن الثقافة العربية، كمان حتى الدين الغالب في المنطقة العربية له رافد صيني في بعض القوميات، أكثر من 20 مليون مسلم في الصين. الكلام ده كله لو استغلناه بشكل جيد أنا متأكد حيوثق العلاقات العربية الصينية. النهاردة مصر فيها عدة جامعات بتدي اللغة الصينية، بعد ما كانت كلية الألسن فقط في جامعة القاهرة، النهاردة أصبح عدة جامعات مصرية بتدي اللغة الصينية. وده شيء جيد طبعا، وهذا من المفترض أن ينتشر على بقية الدول العربية. يبدو أن التاريخ والعلاقات بين الطرفين العربي والصيني لم ينعكس على الحاضر بالنسبة لهذه الأجيال. دكتور، انغلاق الصين على مدى عقود، دكتور تشوي في بيجين، انغلاق الصين على مدى عقود ربما قد ألقى بظلاله على فكرة العرب على الصين. طبعا الصين حاولت الآن أن تتقرب من العرب، هناك الكثير من المنصات إما تلفزيونية أو صحفية أو مواقع تواصل العربي توجه للعرب بلغتهم، باللغة العربية أولا، وثانيا أيضا هناك ترجمات كبيرة، يعني يحاول الصينيون التعرف على العرب من خلال ترجمة للأشعار والأدب وكتب التاريخ. لماذا هذا التقرب، وهل من المنتظر أن يكون أيضا اتجاه عكسي؟ هذا تقارب يعني من حيث الناحية الثقافية حضارية معنوية أعتقد أيضا مهمة جدا. فالشعوب لا يمكن أن تصبح أصدقاء حقيقيين إذا كانت علاقتهم مبنية فقط على أساس التجارة والمال والكسب. يعني لكي نكون أصدقاء حقيقيين ينبغي أن نعرف أنفسنا وكذلك نعرف الآخرين. المعرفة الآخر أيضا تساهم في معرفة النفس. لذلك كما تفضلت فعلا أن الصين في السنوات الأخيرة بذلت جهود كبيرة في تعريف نفسها إلى الشعب العربي من حيث إقامة محطات تلفزيونية ناطقة باللغة العربية، وأيضا من حيث ترجمة أعمالها التراثية وحضارة المعاصرة إلى اللغة العربية. وكذلك بذلت جهود كبيرة في تعريف الجمهور الصيني بثقافة العربية قديمها وحديثها. ونعتقد أن هذه الجهود في نهاية سوف تصب في تقارب وتفاهم بين الشعبين. لذلك أعتقد أن هذه الجهود أولا هي صحيحة، ولكن ما زلنا مقصرين في هذا المجال. نحتاج إلى بذل مزيد من الجهود وأيضا تحسين الأساليب وتحسين الآلية لكي نزيد يعني هذا التفاهم ما بين الشعبين. لأنني أسمع دائما أن
الجمهور العربي يعرفون البطاعية الصينية أكثر من معرفتهم للثقافة الصينية، فآن الوقت، حان الوقت لتغيير هذه الظاهرة. هل دكتور تشوي تشجعني على تعلم اللغة الصينية؟ هل هي سهلة؟ هل يمكن أن أنجح في هذا التحدي إذا ما بدأته اليوم؟ اللغة الصينية ليست صعبة كما يتوهمها البعض، خصوصا أن اللغة الصينية سهلة في التعبير الشفوي. من يريد تعلم اللغة الصينية وإذا مثلا عاش في الصين لنصف سنة يمكن أن يعرف الأساسيات في المحادثات باللغة الصينية. طبعا الكتابة صعبة قليلا، خصوصا أن الكلمات، نظام الكتابي للغة الصينية يتكون من مقاطع، لا الحال مختلف عن الحروف كما هو الحال في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. ولكن كما تفضل به الأستاذ عادل قبل قليل، اللغة الصينية ليست لغة فقط وإنما ثقافة، فمع تعرف على هذه الثقافة، ملامح هذه الثقافة، ربما يتزايد محبتي الدارسين العرب للغة الصينية. كيف نقول مرحبا بكم في الإمارات بالصينية؟ كما أرى أن اللغة باللغة بالصينية. كيف نقول مرحبا بكم في الإمارات؟ ,欢迎你们来到阿联酋,欢迎你们来到阿联酋,欢迎你们来到中国,欢迎阿拉伯朋友来到中国. نرحب بالأصدقاء العرب للمجيء إلى بكين وإلى الصين. أوجه هذا الكلام إلى الجمهور العربي في دبي وفي كل أنحاء في العالم العربي. رائعة هذه الدعوة دكتور سليمان. يعني الصين حاولت منذ سنوات، فتحت الكثير من المراكز الثقافية في الدول العربية، وحتى مجانا حاولت أن تعلم التلاميذ والطلبة في عدد من الدول العربية اللغة الصينية. لا أستغرب هذا التشدد من جانب العرب لعدم الذهاب لهذه الحضارة، وهي أكثر من دولة، هي حضارة فعلا، وطبعا الآن هي قوة اقتصادية وسياسية كبيرة. أعتقد صارت مبادرات، يعني حتى أيام كنا إحنا في الجامعة كانت مبادرات لفتحنا معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية في الجامعة، جامعة زايد فتحنا، وأعتقد في بعض الجامعات فتحت في 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 الإمارات هنا. أعتقد المطلوب الآن كيف نستطيع أن ننفتح ثقافيا، بجانب أن بدأنا اقتصاديا الآن وعلاقات اقتصادية موجودة الآن، ننفتح ثقافيا مع الصين حتى نقرب بيننا وبين المواطن الصيني. يجب أن نبدأ الآن بإرسال بعثات ثقافية فنية موسيقية، رسم، مسرح، فنون، فلكلور شعبي. وأعتقد هذه حصلت بعد زيارة الله يطول عمره الشيخ محمد بن زايد سنة 2013، وزيارة الشيخ محمد بن راشد 2008، وزيارة محمد بن زايد 2009. هناك لاحظنا أن كثير من الوفود الفنية والموسيقية بدأت تتبادل، لكن نريد أن نؤكد عليها أن يجب أن تزداد بشكل أكثر. يجب أن نستقبل عدد كبير من إخواننا من الصين، يأتوا الآن كطلاب وفنانين ومسرحيين ومثقفين، يعرضوا ما عندهم أيضا. وهذه بتخلق أيضا تقارب أكثر بين الجمهور في الإمارات بصفة خاصة والوطن العربي بصفة عامة والصين. أختم معك دكتور عادل، هل على العرب اليوم فعلا بصفة جدية أن يولوا وجوههم نحو الشرق، نحو الصين اقتصاديا وثقافيا؟ هو أكيد، ومش بس كده، هم أوريدي ولوا وجوههم، ولكن احنا عندنا بعض القصور اللي لازم ننميه. وأضيف إلى كلام الزملاء في الاستوديو في بكين إن احنا كمان عندنا موضوع مهم جدا احنا ناسينه. الوطن العربي فيه يعرف الفيلم الأمريكي والفيلم الهندي، بس ما يعرفش الفيلم الصيني، رغم أن التقنية الصينية النهاردة في صناعة السينما تقنية راقية جدا وعالية جدا. مفروض يدخل، مفروض في قصور من القائمين على الثقافة العربية أن هم ينقلوا الفيلم الصيني مدبلج أو مترجم إلى الوطن العربي. كمان التمثيليات الصينية، عندنا التمثيلية التركية وعندنا التمثيلية الكورية، مع أن التمثيليات الصينية النهاردة برضو على مستوى عالي من التقنية وبتقدم الأخلاقيات اللي احنا بنفهمها، يعني لأن هي ثقافة واحدة.
ففعلا على الوطن العربي انه يولي وجهه شطر الصين تجاريا واقتصاديا. نعم. وعايز اقول احنا ما عندناش مشاكل في توقيع اتفاقيات مع الصين، احنا مشاكلنا الفعليه في تنفيذ هذه الاتفاقيات. نعم. وتفعيلها وجعلها في حيز التنفيذ. حتى اختم معك بكلمه واحده، كيف نقول قابل النقاش بالصينيه دكتور عادل؟ ومن كيس هو قصيرة جدا. بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من قابل النقاش، والتي كان عنوانها العرب والصين في طريق واحد نحو الشراكة الاستراتيجية. جزيل الشكر لضيوفنا الذين فعلا أثروا هذا النقاش، من بيجين دكتور تشوي تشينغ كوا، مدير مركز الشيخ زايد للغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية في بيجين. في الاستوديو شرفنا دكتور سليمان الجاسم، الكاتب والباحث والمدير السابق لجامعة زايد من القاهرة، الذي شرفنا بالحضور المستشار عادل المسلماني، رئيس مجلس إدارة المجلس العربي الصيني للتكامل التجاري والتبادل الثقافي. يسعدنا أيضا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة عبر صفحة قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلام على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. في إنجاز غير مسبوق، هي ثقافة الإمارات وأدبها بيد الناشئين الصينيين. دار الغد في جمهورية الصين الشعبية رأت ضلتها في كتاب يوميات مشاغب للكاتبين الإماراتيين جمال الشحي ومحمد خميس، فأعادت نشره بنسخة صينية تلقفها الأطفال واليافعون ووجدوا فيها الممتع والطريف والجديد. يعكس الإنجاز مستوى مهم من تطور الأدب الإماراتي بوصوله للقراء والناشرين في الصين، لكنه كذلك ثمرة من ثمار النظرة الثاقبة للشيخ زايد رحمه الله حين أسس قبل ربع قرن من الزمن مركزا لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة الدراسات الأجنبية في بيجين، المركز الذي تخرج منه غالبية المستعربين الصينيين. جزء كبير من أعضاء البعثات الصينية في الدول العربية تحول مع الأيام إلى سفارة إشعاع ثقافي ومنارة شامخة وصرح من صروح الحضارة العربية الإسلامية. في عام زايد الخير سنتذكر أنه زرع أشجارا طيبة أصولها ثابتة وفروعها في السماء. إلى اللقاء.